السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. كيف حالكم يا اخوان اخوات؟ نتمنى انكم تكونوا بخير وعلى خير وفي صحة جيدة. مرحبا بكم معنا في فيديو جديد. هذا الفيديو هذا ان شاء الله تعالى غادي نخدموا فيه الامتحان الجهوي ديال جهة بني ملال وخنيفرة دورة يونيو 2021، يعني الامتحان اللي دوزو الناس السنة الماضية في الدورة العادية. على بركة الله، ورقة وستيلو، آلة حاسبة حداك إلا كانت عندك، تبع معايا من الاول حتى الاخير. هذا الامتحان هذا كتب هنا يسمح باستعمال الاله الحاسبه غير قابله للبرمجه، اي الاله الحاسبه اللي انا كنخدم بها بحال هذه الاله الحاسبه هذه، لان كتسهل علينا الماموريه خصوصا فيما يتعلق بالكسور. ورقه وستيلو واجي نخدمه. على بركة الله التمرين الأول، نشوفوا الامتحان ما جاء في التمرين الأول. التمرين الأول 4 ديال النقاط، علما أن عطاوك القيمة ديال الين 5 قالوا لي كتساوي 1.6، وعطاوك القيمة ديال الين 7 قالوا لي كتساوي 1.9. طلبوا منك تحسب لنا الين ديال 35 والالين ديال 5.6 على 7 باستعمال القواعد أو ما يسمى بالخاصيات الجبرية. السؤال الأول، لنحسب ألين خمسة أو لنحسب ألين 35 دونك لنحسب ألين 35. هنا شنو كتقول القاعدة؟ القاعدة تقول إلا كان عندنا ألين أ في بي فهذا يساوي ماذا؟ ألين أ زائد ألين بي. إذا هذه هي الفكرة اللي غادي نخدمو بها، أو القاعدة اللي غادي نخدمو بها في هذا السؤال هذا. حنا عطاونا الين 5 والين 7، اذا اشنا هي 35؟ اشنا هي 35 كما تعلمون هي ماذا؟ الين 35 هي الين 7 في 5. اذا هي ماذا؟ هي الين 7 زائد الين 5، لان الالين كيحول لي الجداء للجمع، دونك شنو غتعطيني هنا؟ غادي نعوض. شحال هي الين 7؟ هي 1.9. وشحال هي الين 5؟ هي 1.6. ثم نجمع دونك هنا 3.5. بغيتو نتاكدوا بآلة حاسبة، الين اللي هي 1.9 زائد 1.6 غتعطينا 7 على 2 اللي هي 3.5. لنحسب ألين 5.3 على 7، لنحسب ألين 5. هنا عندنا 2 ديال الخاصيات الجبرية، 2 ديال القواعد خصنا نعرفوهم، القاعدة الأولى هي ألين ديال أ على بي، هي الألين ديال أ ناقص الألين ديال بي. والقاعدة الثانية هي ألين ديال أ أس شي عدد، كنهبطو داك العدد وكنديرو ألين ديال أ. إذا هادو هما جوج خاصيات اللي غادي نوضفوهم باش نجاوبو على هاد السؤال هذا. كيفاش غادي نجاوبو عليه؟ لدينا ألين 5.3 على 7 كتساوي
دونك غادي نديرو ليهم الفرق ناقص الين 7، هذه هي الخاصيه. الا عندي شي حاجه مقسومه على عدد مقسوم على عدد، كندير الالين ديال هذا ناقص الالين ديال هذا. ثم انا نطبق الخاصيه الثانيه، الا عندي الاس كيهبط الين 5 ناقص ماذا الين 7، ثم نعوض شحال هي الين 5. الين 5 هي 1.6، اذا 3 مضروبه في 1.6 ناقص الين 7 هي 1.9. ثم غادي نحسبوا 3 في 1.6 ناقص 1.9، دونك غتعطينا 2.9. دونك النتيجة النهائية هي 2.9، وبهذا نكون قد أجبنا عن السؤال الأول. شحال عليه من نقطة؟ عليه 2 ديال النقاط، 2 ديال النقاط، نقطة هنا ونقطة هنا. ننتقل إلى السؤال الموالي اللي فيه حل المعادلة. دونك السؤال الموالي قالوا لك حل فائغ المعادلتين، دونك عطاك 2 معادلات. المعادلة الأولى نكتبها لكم حيت ما غاديش تبان. السؤال الثاني لدينا، دونك غادي ناخذ المعادلة الأولى اكسبونونسييل 3x كتساوي اكسبونونسييل 2x ناقص 2. الفكرة هنا هي كالتالي، أن الاكسبونونسييل، هاي الفكرة نديرها لكم هنا في الهامش. إلا كانت عندك الاكسبونونسييل ديال واحد الحاجة كتساوي الاكسبونونسييل ديال حاجة أخرى، فهذا كيعني ان هادشي اللي كاين هنا في الاس ديال الاولاني كيساوي هادشي اللي كاين هنا. اذا هذه هي الفكره اللي غادي نخدم بها، هذه هي الفكره اللي غادي نخدم بها. فوالا، دونك شنو غادي نديرو؟ غادي نحذفو ليكسبونونسييل من الطرفين، غتعطيني اش؟ غتعطيني 3x كتساوي 2x ناقص 2، 2x ناقص 2. شنو غادي ندير من بعد؟ غادي نجمع المجاهيل على اليسار والمعالم على اليمين. دونك هذا غادي يقول لهذا اش كدير في حومتنا؟ سير لحومتكم، يلا حيد من هنا، هذا راه كاين في حومتهم، هذا غادي يجي لهنا، هذا كاين في دربهم. فوالا مزيان. دونك هنا غادي نحسب عادي 3 ديال اكسات الى حيدنا منهم جوج، دونك كتبقى ليا واحد اكس كتساوي ناقص 2، وهنا سالينا. اذا حل المعادله هو ناقص 2، ومن كتكتب مجموعه الحلول اس اللي هي ناقص 2. وبهذا نكون قد اجبنا عن المعادله الاولى، وننتقل الى المعادله الثانيه. دونك المعادلة الثانية لدينا ln x كتساوي ln 3x ناقص 2. هنا نورمالمون كنديرو ما يسمى بمجموعة دراسة المعادلة، مجموعة واحد المجموعة هي باش كندرسو الحلول ديال المعادلة، واش هما كيحققوا لي الشرط ديال ان خص هذا الحل هذا، الى عوضنا هنا يعطيني عدد موجب، والى عوضنا هنا يعطيني عدد موجب. غير هنا تجاوزا ما كنديروش هذه القضية هذه في الامتحان، تجاوزا فقط. اشنا هي الفكرة؟ هي نفس الفكرة ديال الاكسبونونسييل، نفس الفكرة اللي كاينة هنا كاينة في الالان، اللي هي اش؟ ان الى عندك الالان ديال واحد الحاجة كتساوي الالين ديال حاجة أخرى، هنا ممكن أنك تخلص من الالين بالإكسبونونسييل، وغتحيد بحال غتحيد هاد الالين هذا، ماشي كنشطبو عليه وإنما كيتحيد بالإكسبونونسييل، غير لا داعي أننا ندخلو، الإكسبونونسييل وإنما كنخدمو عادي. دونك شنو غتعطينا؟ غتعطينا إكس كيساوي 3X ناقص 2، ثم غادي نجمعو المجاهيل في هاد القنت. اكس ناقص 3x كتساوي ناقص 2. اذا غادي نحسبوا هذا الشيء، هذا ما عرفتيش تحسب خذ اله حاسبه، ها هي غتقول واحد، عندي واحد ديال اكسات ناقص 3 ديال اكسات، شحال عطاتني؟ عطاتني ناقص 2 ديال اكسات.
إذا ناقص جوج إكس كتساوي ناقص جوج، ومن وكدير مجموعة كدير إكس كتساوي عفوا مازال ما نديرو مجموعة الحلول، ناقص جوج دائما هنا كاين عندي ضرب، إذا غادي تحول القسمة كتساوي شحال؟ ناقص جوج على ناقص جوج واحد. إذا وغادي نكتب ليه مجموعة الحلول هي واحد، وغادي نربحو جوج ديال النقيطة. إذا لحد الساعة تمكنا اعتذر تمكنا أننا نجمعو أربعة ديال النقاط، أربعة ديال النقاط، وننتقل إلى التمرين الثاني عليه خمسة ديال النقاط ديال المتتاليات. دونك التمرين الثاني اللي مرتبط بالمتتاليات عليه خمسة ديال النقاط، فيه متتالية ترجعية وفيه متتالية هندسية. يعني في الأول كيعطيك متتالية وين زايد واحد، كيطلب منك تحسب اي واحد ويو اثنان، ثم كيعطيك فين كيطلب منك تحسب في صفر وفي واحد، ثم تحدد الأساس، ثم تستنتج وتحسب النهاية. على بركة الله المتتالية اللي عطونا هنا هي ان زايد واحد كتساوي واحد على اثنان وين ناقص ناقص ثلاثة، ويو صفر يساوي ناقص واحد. دونك غادي ناخدو المعطيات اللي غادي نحتاجوهم، المعطيات اللي غادي نخدمو بهم هاد التمرين هذا، يو ان زائد واحد كتساوي واحد على اثنان يو ان ناقص ثلاثة، وعطونا يو صفر كيساوي ناقص واحد. طلبوا منا في السؤال الاول، طلبوا منا في السؤال الاول احسب اي واحد ويو اثنان، لنحسب يو واحد ويو اثنان، وهنا غتربح نقطة الناس اللي بغاو يحاربوا الصفر. الطريقة هي قلنا كالتالي، راه شرحناها مرارا وتكرارا في كثير من الفيديوهات شرحناها. قلنا كدير اي كتكتب هادي اي بلا ان، بلا ان زايد واحد بلا والو، واحد على جوج اي ناقص ثلاثة. الحمد لله الاخوان راه تمكنوا من انهم يضبطوا هذا الحساب هذا، وان شاء الله تعالى انت واخا تكون جديد معنا في هذا الفيديو، واخا يكون هذا اول فيديو ولا اول امتحان تشوفه، تمكن من انك تفهم كيفاش كنحسبوا هذه الحدود. اي واحد كيساوي واحد على اثنان يو صفر، دائما الا درتي واحد هنا دير صفر، انا درتي جوج هنا دير واحد هنا، هذا الا بغيتي تحسب اي، الا بغيتي تحسب فيلا. دونك هنا يو صفر باش غادي نعوضوها هي عطاوها لك في المعطيات هي ناقص واحد. اذا شنو غتعطيني؟ غتعطيني واحد في ناقص واحد هي ناقص واحد على جوج ناقص ثلاثة. ما عرفتش استاذ نوحد المقام، طبي في آلة حاسبة وحيد من المشاكل. ها ناقص ناقص واحد هي هادي، ها ما ديرش مقسوم على جوج، غطلع السطر بهادي، هادي ها هنا طلع لنا السطر، كانت في الاول هنا شتي، كانت في الاول هاد الشرطة هادي حدا جوج، غتورك على هادي غادي تطلع ديال السطر، ثم غدير ناقص ثلاثة ودير تساوي، عطاتك ناقص سبعة على جوج، ناقص سبعة على جوج. دونك ها الاول حسبناه، و نفس الطريقة غادي نحسبو الثاني، يو اثنان كتساوي واحد على اثنان يو ناقص ثلاثة. بما ان هنا درت اثنان دونك هنا شنو غادي ندير؟ غادي ندير واحد، ثم غادي نعوض وغادي نحسب، غتعطيني كتساوي واحد على اثنان مضروب في ناقص ثلاثة. هاد المرة باش غادي نحسب نعوض اي واحد، اي واحد حسبناه في السؤال السابق، ها هو ناقص سبعة على اعتذر على جوج. ما عرفتش استاذ نحسب هنا ملي كيكون الضرب، ما كنقولوش القضيه ديال عندي نفس المقام نحتفظ به، لا الضرب كنضرب الفوق في الفوق والتحت في التحت. واحد في ناقص سبعة هي ناقص سبعة، جوج في جوج هي أربعة. ما عرفتش استاذ نحسب، ها هي نعاود، ناقص سبعة مقسومة على جوج، غطلع بعض البطون الفوق وغدير ناقص ثلاثة، وهانت حسبتي هي ناقص 13 على جوج، ناقص سبعة على أربعة عفوا، ناقص سبعة على أربعة، ناقص سبعة على أربعة ناقص ثلاثة غتعطينا ناقص 19 على أربعة، ناقص 19 على أربعة. ندوزو السؤال الموالي، قال لك نضع في إن كتساوي يو إن زايد ستة، وحسب في صفر، اثنان ألف لدينا، عندنا في إن كتساوي يو ان زائد ستة،
بغينا نحسبوا تدير في صفر وفي واحد. إذن في صفر شحال كتساوي؟ هنا إلا عوضتي إن بواحد العدد راه كتعوضو حتى هنا. إذن شنو غتعطيني؟ غتعطيني أو ديال صفر زايد ستة، غتعطيني أو صفر زائد ماذا؟ زائد ستة. وشحال هي أو صفر؟ راه عطاوها ليك في التمرين، هي ناقص واحد زائد ستة غتعطينا شحال؟ غتعطينا خمسة. في واحد كيساوي أو واحد زائد ستة. شحال هي أو واحد؟ ماشي هي خمسة، لا لا لا، خمسة راه هي في صفر. فين نلقى أو واحد؟ رجع للسؤال الأول، هي ناقص سبعة على جوج زائد ستة. ونمشيو نحسبو، ناقص سبعة على جوج زائد ستة، إذا شنو غتعطينا؟ تعطينا خمسة، ياك ما غلطتني في شي حاجة. ناقص سبعة على جوج زائد ستة، دونك غتعطيني خمسة على جوج، خمسة على اثنان. نخاف نكون غلط في شي حاجة تاني وصدقو تاني كنعاودو العملية. فوالا، دونك هنا نحد الساعة، ربحنا نقطتين، نقطة في السؤال الأول ونقطة في السؤال الثاني. ثم غادي يقول لك بين أن الفئن المتتالية هندسية أساسها واحد على جوج، واكتب فين بدلالتين، نقطة هنا ونص نقطة هنا. صافي، نجاوبو على الشق الأول، لأن يعني السؤال فيه جوج ديال الأجزاء. نبينو بعدا أن الفئن المتتالية هندسية دونك هنا السؤال باء. طريقة باش كنبينو أن فين متتالية هندسية سهلة للغاية، شرحناها في أكثر من مرة. فين كتساوي يو إن زايد ستة، إذن قلنا كنديرو في إن زايد واحد كتساوي يو إن زايد واحد زايد ستة. ثم كنعوضو، يعني شنو كنديرو في المرحلة الأولى؟ راه شرحنا أكثر من مرة، كناخدو في إن كتساوي إن، دونك في إن زايد واحد، يعني بحال كنرومبلاسيو إن بإن زايد واحد. دونك شنو غادي ندير؟ غادي نعوض يو إن زايد واحد بالتعبير ديالها. منين غنجيبو أستاذ التعبير ديالها؟ من المعطيات، ها هو راه تعطالك في الأول، واحد على إتنان يو إن ناقص تلاتة، أيوا زائد ستة، أحسنت. إذا شنو غتعطيك؟ غتعطيك واحد على اثنان يو ان ناقص ثلاثة زائد ستة هي زائد ثلاثة. ما عرفش نحسب، كاينة آلة حاسبة. ثم سنعمل، إذا غتعطيني ماذا؟ واحد على اثنان عامل يو ان زائد ثلاثة على واحد على اثنان كتساوي واحد على اثنان يو ان زائد ثلاثة. قلنا أن هذا ملي كيطلع لفوق كيتقلب، كتولي جوج على واحد، كتساوي واحد على اثنان يو ان، جوج في ثلاثة هي ستة اللي هي فان، كتساوي واحد على اثنان ماذا؟ واحد على اثنان فان. وقلنا أن دائما العدد اللي عملنا به كنكتبوه تحت العدد الثاني، هاد الاول هذا كتعمل به وكتكتبو تحت من هذا. صافي، اذا هذا هو الاساس ديال المتتاليه ديالنا. شنو غادي نقول ليه دابا؟ غادي نقول ليه اذا او لا ومين فان متتاليه هندسيه اساسها كي يساوي واحد على واحد على اثنان. ثم ننتقل الى الشق الثاني من هذا السؤال. هذا قال لك واكتب فان بدلاله ان، لنكتب فان بدلاله ان. دونك هنا غادي نديرو فان بدلاله ان. حنا كنعرفوا اننا باش نديرو فان بدلاله ان خصنا الاساس وخصنا في صفر.
كيو كتساوي الاساس كيو كيساوي واحد على جوج و في صفر كيساوي حسبناه هو خمسة. اذا حنا في القاعدة كنعرفوا ان في ان كيساوي ماذا؟ في بي اعتذر مضروبة في كيو اس ان ناقص بي. شنو هو في بي؟ هو هاد الاولاني اللي عندي هنا مضروبة في كيو اس ان ناقص صفر. اشنو هو في صفر؟ دابا غادي نعوض، هو خمسة كيو اللي هو واحد على جوج اس ان صافي. ونخليها هكا ما نحسبهاش، نخليها هكا ما نحسبهاش، غادي ندير ليه هنا ومين في ان كيساوي خمسة في واحد على جوج اس ان، وهاني ربحت نقطة ونصف. وندوزو السؤال الموالي. السؤال الموالي دونك هذا جاوبنا عليه، بين ان في متتالي عند سياسه واحد على جوج وكتب في بدلالتين، استنتج ان او ان كيساوي خمسة على جوج اس ان ناقص ستة. نستنتجو هادي، طلبوا منا نستنتجو هاد الكتابة هادي، ثم نحسبوا النهاية نقطة ونصف. يعني ان حتى النهاية الا جاب الله ما كتعرف ليها راه فيها غير نص نقطة اللي كتحط عليها، ماشي مشكل. جيب 19 شونس. لدينا دابا كيفاش كنستنتجو او ان؟ ركز معاه، كتقول ليه لدينا في ان عطاوها لينا في التمرين كتساوي او ان زائد ستة. اذا كتاخد هذا اللي هنا او ان زائد ستة كتساوي اش؟ كتساوي في ان، بحال كتقلب ليهم البلايص. اذا او ان كتساوي في ان ناقص ستة. وباش كنعوضو اوستاد في ان؟ في ان كنعوضوها بالتعبير السابق اللي لقيت. كيفاش اوستاد التعبير السابق؟ ما فهمتش. اخر تعبير لقيناه لفي ان هو في ان بدلالتين، هو هذا. اذا غادي ناخد هادي وغادي نكتبها بلاصة في ان. ها هي خمسة في واحد على جوج اس ان ناقص ستة. ولكن هما استاذ دارو خمسة على جوج اس ان، راه عملية بسيطة يا صديقة. خمسة واحد اس ان هي واحد على جوج اس ان ناقص ستة. خمسة في واحد هي خمسة، إذا غتعطيك خمسة على جوج اس ان ناقص ستة. صافي. ومين يو ان كتساوي خمسة على جوج اس ان ناقص ستة. وهذا الجواب ديال يو ان او ديال الاستنتاج. راه ممكن يقول لك استنتج، ممكن يقول لك بين، ممكن يقول لك تحقق، لا يهم، المهم هو يو ان بدلالة ان. قال لك دابا احسب لي النهاية ديال هادي، النهاية لا ليميت ديال هادي، لا ليميت ديال هادي كتكتب لا ليميت وكتعوض يو ان، ماشي بشي تعبير اخر، لا بهذا التعبير اخر تعبير هذا. هنا غادي نجيو للوسخ ديالنا، دونك غادي نجيو للوسخ وغادي نشرح لكم واحد القضيه في النهايه، ترى شرحناها. دونك كدير خمسة على جوج اس ان ناقص ستة، واش خمسة فيها اس ان؟ لا، اذا ما دخلش في التعليل. دونك خمسة غتبقى، ها هو اللي عليه العمده. واش جوج كبر من واحد؟ واش جوج هاد جوج هادي واش فيها ان الفوق ياك؟ واش جوج كبر من واحد؟ اذا غتعطيني بلوس لانفيني، وحنا كنعرفوا ان عدد على ما لا نهايه هو صفر. اذا صفر ناقص ستة اللي هي ناقص ستة. اذا دونك شنو غدير هنا؟ غدير يساوي ناقص ستة. علاش؟ لان ليميت بلوس لانفيني ديال جوج اس ان كتساوي بلوس لانفيني، غتعطيك خمسة على لانفيني اللي هي صفر، هادي كلها راه صفر. علاش؟ لأن هذا هو بلوس لانفيني هنا، لأن جوج كبر من واحد فقط. دونك هنا انهينا التمرين ديال المتتاليات، وغندوزو للتمرين ديال الاحتمالات. دونك التمرين ديال الاحتمالات
قالك يحتوي صندوق، يحتوي صندوق على أربع كرات خضراء، أربع كرات خضراء وكرتين زرقاوين. الكرات غير قابلة للتمييز عن طريق اللمس، لا يهمنا هذا الأمر. نسحب عشوائيا بالتتابع وبإحلال كرتين من الصندوق، يعني كنسحبو بالتتابع وبإحلال، أي بإرجاع الكرة المسحوبة. كناخدو كرة كنسجلو اللون ديالها ثم كنرجعوها للصندوق، كناخدو كرة كنسجلو اللون ديالها وكنرجعوها، يعني ديما الكرة كنرجعوها للصندوق، أي كرة خديناها كترجع. كرتين من الصندوق. بين أن عدد السحابات الممكنة هو 36، بين أن عدد السحابات الممكنة هو 36. السؤال الأول، عدد السحابات الممكنة. لدينا كارد أوميغا كيساوي، هنا كنعرفوا بلي ان في السحب التتابع وبيحلل كنخدموا بالاس، يعني شحال من كره عندي؟ عندي 1 2 3 4 5 6، شحال خديت منهم؟ عندي 6، هاد 6 هادو شحال خديت منهم؟ خديت منهم 2، اذا 6 اس 2. دائما كنديروا العدد المتوفر اس العدد المسحوب، و 6 اس 2 كتعرفوا هي 6 في 6 اللي هي 36، او ديرها في آلة حاسبة وغتحسبوها. حنا ربحنا نقطة مجانية، نقطة مجانية. السؤال الثاني، احسب احتمال الحدث أ، سحب كرتين خضراوين. هذا سؤال بسيط، سحب احتمال الحدث أ، سحب كرتين خضراوين. كرتين خضراوين هذا سؤال بديهي. هنا غنحسبوا الكاردينال ديال هو الاولاني، كرتين خضراوين يعني كناخذوا جوج كرات من الخضرين. شحال هو عدد الكرات الخضراء المتوفر في الصندوق؟ 1 2 3 4، كاينين 4 الخضرين، غادي ناخذ منهم جوج، اذا هي شحال؟ هي 16. اذا البي ديال ا كيساوي الكارد ديالو على الكارد ديال اوميغا، اذا كيساوي اش؟ كيساوي 16 على 36. بيتي تختزلها، اختزلها، بيتي تخليها، خليها، بيتي تختزلها، راه كطبيها في آلة حاسبة كتختزل. ها هي 16 على 36، 16 على 36 هي تختزلت، هي 4 على 9، بيتي تخليها، خليها. السؤال 3، احتمال الحدث بي، نشوفوا شنو جا في الحدث بي. الحدث بي قال لك سيدي سحب كرتين مختلفتين اللون، سحب كرتين مختلفتين اللون، اي كرة من كل لون. هذا باين، كرة من كل لون، يعني غادي ناخذوا كرة من كل لون. شنو كنقصدوا بها استاذ؟ يعني غادي ناخذوا واحد الكرة خضراء وواحد الكرة زرقاء. غادي ناخذوا واحد الكرة خضراء وغادي ناخذوا معاها واحد الكرة زرقاء، هذا هو مختلفتي اللون، يعني هناك اختلاف في اللون. اذا هناك معامل ترتيب، هناك ماذا؟ معامل ترتيب. غير هنا معامل الترتيب بسيط جدا اللي هو جوج. كاردينال بي كتساوي الاخضرين شحال هما؟ هما 4، خديت منهم وحده، وكرة زرقاء الزرقين هما جوجات، خديت منهم وحده. اشنا هو معامل الترتيب استاذ في هذه الحاله؟ هو جوج، هو اثنان. علاش اثنان؟ لان الا خدينا واحد زائد واحد تعطيني جوج عاملي، على واحد في واحد اللي هي واحد عاملي، جوج على واحد هي واحد، اذا غتعطيني 4 في جوج 8 في جوج 16، هذا راه ضرب. اذا البي ديال بي كتساوي الكارد دبي على كارد اوميغا اللي هي نفس النتيجه 16 على 36 اللي هي 4 على 9. احتمال الحدث سي، اشنا هو الحدث سي؟ حدث بسيط ما فيهش معامل ترتيب، هو سحب كرتين من نفس اللون، اي
كرتين خضراوين أو كرتين زرقاوين؟ كرتين خضراوين أو كرتين زرقاوين؟ أو كرتين زرقاوين؟ نرى مسألة بسيطة. احسبوا الكاردينال عادي لدينا كارد سي شحال كيساوي؟ دونك هنا خديت جوج خضرين يعني هما شحال عندي؟ عندي واحد أربعة يعني أربعة واستثنان أو كتعني زائد جوج زرقين كاينين جوج خديت منهم جوج إذا أربعة واستثنان هي 16 جوج واستثنان هي 4 إذا غتعطيني شحال؟ غتعطيني 20 إذا البي ديال سي شحال كتساوي؟ 20 مقسومة على 36 20 مقسومة على 36 هي 5 على 9 20 مقسومة على 36 هي 5 على 9 فوالا هنا كل سؤال عليه نقطة كل سؤال عليه نقطة هذا هو ما جاء في الامتحان ديال جهاد بن ملال خريفرة خنيفرة فيما يتعلق بالاحتمالات ندوزو دابا للتمرين الأخير اللي هو الدالة اللي عليه 7 ديال النقاط التمرين الرابع اللي مرتبط بالدالة الأوسية اختاروا أنهم يحطوا الدالة الأوسية ماشي دالة لوغاريتمي بيري دونك نشوفوا ما جاء في هذه الدالة هذه اللي تكون اف دالة معرفة على ار يعني مجموعة التعريف عطاها لك من عنده بما يلي اف لإكس كتساوي جوج إكس بونونسيال إكس زائد واحد دالة بسيطة جدا واحسب اف لصفر واف لإلين جوج نقطة يعني صفر ونصف كل واحدة على بركة الله السؤال الأول لدينا الدالة اللي خدامين عليها هي جوج إكس بونونسيال إكس زائد واحد قلنا أن باش نحسبوا الصور فقط كنعوضوا إكس بداك العدد اللي طلبوا منا نحسبوا إف ديالو بحال إف صفر يعني غنعوضوا بصفر إذا إف دونك طلبوا مني مثلا نحسب إف لصفر إذا غادي نعوض هاد إكس هذا باش بصفر فقط غادي نعوضوا إكس بصفر وغادي نحسب جوج إكس بونونسيال صفر هي واحد بغيتي أنك تحسبها بآلة حاسبة دونك جوج في واحد جوج زايد واحد هي ثلاثة بغيتي تحسبها بآلة حاسبة هي جوج ها الإكسبونونسيال هنا شتيه إذا غدير شيفت وغدير أو ها هو تكتب وغدير صفر ولكن هبط للسطر حيت إلا كتبتي هنا غتكتب حتى داك الصفر غتهبط للسطر دايما بهاد البوطون أيوا زائد واحد هاي تكتبها شتيها جوج إكسبونونسيال صفر زائد واحد شحال عطاتنا عطاتنا ثلاثة نحسبو الأخرى إف لإلين جوج إف إف ديال أش ديال إلين جوج دونك شحال كتساوي كتساوي جوج فوا اثنان زايد واحد دونك كتعطيني جوج في جوج ربعة زايد واحد خمسة كيفاش مستدرتي لهادي هنا كنقولو دائما ملي كيكون ليكسبونونسيال ديال لالين او ديال لالين ديال شي عدد بحال هاد جوج كيتحدفو كيمشيو كضبط مثلا كون كانت هنا ثلاثة تكون ثلاثة هنا كون كانت هنا ربعة تكون ربعة هنا جوج هنا جوج هنا العدد اللي كيكون حدا لالين كيهبط صافي كيهبط بغيتو طبيوها في آلة حاسبة غدير غير هكا جوج جوج غدير شيفت هاد او هادي وكتب الين ها هي الين حدا النيت جوج سد القوس ثم هبط لتحت دير زايد واحد هاي تكتب هاد كاملة شحال عطاتنا عطاتنا خمسة ندوزو السؤال الموالي السؤال الموالي قال لك حسب لي النهايات نهايتين في بلوس لانفيني ولا لانفيني باش تربح نقطة في كل وحدة لدينا ليميت
بلوس لانفيني ديال اف ليكس كتساوي الليميت بلوس لانفيني. ثم غنعوض اف ليكس بالتعبير اللي عطوني هنا اللي هو جوج اكسبونونسيال اكس زايد واحد اللي كتساوي بلوس لانفيني. علاش استاذ؟ لان بكل بساطه الليميت ديال بلوس لانفيني ديال اكسبونونسيال اكس هي بلوس لانفيني. بلوس لانفيني مضروبه في عدد هي بلوس لانفيني زايد واحد هي بلوس. بسيطه جدا. اللي تفرج في الفيديو ديال النهايات ديال اكسبونونسيال راه غتجي بسيطه للغايه. كتساوي الليميت موال لانفيني ثم غنعوض اف ليكس بالتعبير ديالها لان خدمنا وحدين معقدين من هادي دونك غتعطيني واحد. علاش استاذ غتعطينا واحد؟ لان بكل بساطه ليميت اعتذر موال لانفيني ديال اكسبونونسيال اكس كتعطينا صفر. هذا غيعطيني صفر. صفر مضروبه في جوج هي صفر. صفر زائد واحد هي واحد. صفر زائد واحد هي واحد. انتم خدموها بالطريقه يعني بالوساخ وحنا ربحنا نقطتين اضافيتين. غادي توصل دابا المشتقه عليها نقطه بين ان اف بريم ليكس كتساوي جوج اكسبونونسيال اكس المشتقه. دونك السؤال ثلاثه لدينا اف لي اكس كتساوي اكس جوج اكسبونونسيال اكس زائد واحد. اذا شوف معايا اف بريم ليكس شنو قلنا كنديرو؟ قلنا كناخدو هادي كنديرو ليها بريم ثم كنوزعو عليهم البريمات. وقلنا ان العدد ملي كيكون مضروب في اكس اولا مضروب في الين اكس اولا مضروب في اكسبونونسيال اكس ما كيتاثرش بالاشتقاق ما غاديش ندير فيه صفر. هاد العدد جوج غيبقى والمشتقة ديال اكسبونونسيال ديجا قلنا بلي انها هي نفسها والمشتقة ديال واحد هي صفر. اذا اف بريم ليكس كتساوي جوج اكسبونونسيال اكس لان صفر ما عنده حتى قيمه. مزيان. نجيو دابا للسؤال الموالي. السؤال الموالي قال لك استنتج ان اف تزايد قطعا على اغ واعطي جدول تغيراتها جوج النقط. السؤال أربعة لدينا اف ليك اف بريم ليكس عفوا كتساوي جوج اكسبونونسيال اكس. لدينا حنا كنعرفوا ان الاكسبونونسيال اكس موجب قطعا قلناها من الامور اللي شفناها في الاكسبونونسيال انه كيكون دائما موجب. وجوج حتى هي موجبه. اذا موجب في موجب شحال يعطينا؟ موجب. اذا اف بريم ليكس موجب يعني كبر من صفر حيت هذا كبر من صفر وهذا كبر من صفر. الى ضربناهم في بعضياتهم غيعطيونا عدد كبر من صفر. شنو كيعني هذا؟ ومن اف داله تزايديه قطعا هما اللي كتبوها. الى كتبوا لك تزايديه دير تزايديه كتبوا لك قطعا دير قطعا تزايد قطعا على اغ. استاذ هذه الجمله منين كنجيبوها؟ ها هي. اذا اف تزايد قطعا على اغ. جدول التغيرات دابا. جدول التغيرات جدول التغيرات كنرسمو جدول طابلو دو فارياسيون. نفس الطريقه باش كنرسمو جدول التغيرات ديال الالان كنديرو هنا اكس وكنديرو هنا اف لي اكس. غير هنا خدامين في اغ. الالان كنبداو بصفر هنا كنبداو من موال لانفيني وهنا كنديرو بلوس لانفيني. هذا هو الفرق في الطابلو ما بين الالان والاكسبونونسيال. لالين كندير واحد الشرطه هنا الاكسبونونسيال لا فقط تزايديه. اذا غنديرو سهم من تحت للفوق صافي. اذا هنا اشنا هي الليميت في موال لانفيني؟ الليميت في موال لانفيني حسبنا عطاتنا واحد. اذا هنا النيشان ديال هذه غندير واحد. واشنا هي الليميت في بلوس لانفيني؟ حسبنا عطاتنا بلوس لانفيني.
ما درتيش هادو لا اشكال في الامر ولا حرج. ندوزو للسؤال الاخير. السؤال الاخير: بين ان مماس المنحنى الداله في النقطه التي يفصلها صفر والمستقيم ديال المعادله. هنا معادله المماس شرحناها فيما يتعلق بالالين، وحنا دابا غادي نعاودو نخدموها. نفس العلاقه، نفس العلاقه فقط، اي كتساوي 2 اكس زائد 3. السؤال 5: معادله المماس. معادله المماس اشنو هي معادلة المماس؟ معادلة المماس شفنا فيما سبق ان إيكغيك كيساوي اف بريم عامل اكس ناقص زائد اف. اف بريم ديالاش داك العدد اللي عطوني، ها هو راه دائما في الاكسبونسيل كيعطيوك صفر، التي افصلها صفر، وفي الالين غالبا ما كيعطيوك واحد. ثم شنو غادي ندير؟ غادي نعوض. دابا خصني نحسب اف بريم ديال صفر. منين غنجيب اف بريم ديال صفر؟ غنمشي لهنا، اف بريم ديال اكس غادي نعوض بصفر. اذا شحال غتعطيني؟ جوج او صفر، اللي هي جوج في واحد، اللي هي جوج. اذا ايكغيك شحال كتساوي؟ اف بريم ديال صفر لقيت فيها جوج، اكس ناقص صفر اللي هي اكس، اكس ناقص صفر اللي هي اكس. اف صفر، اف صفر راه حسبناها، ها هي اف لي صفر شتيها، حسبناها في الاول هي 3. اذا زائد 3، اذا تساوي 2 اكس زائد 3. وهذا هو الجواب ديال السؤال الاخير. وبهذا نكون قد انهينا امتحان جهات بني ملة الخنيفرة، مع التذكير ببعض الخاصيات وبعض العلاقات وما الى ذلك. وكان الوقت قد وصل إلى 40 أو 42 دقيقة، والامتحان فيه ساعة ونصف. إذا شيطنا شحال؟ شيطنا 50 دقيقة الإخوان، شيطنا 50 دقيقة. دونك الامتحان راه سهل أنك تسالي في الوقت، وغادي تسالي في الوقت إن شاء الله تعالى إلا كنتي موجد ليه مزيان وضبط أمورك. والله يسهل الجميع. شكرا لكم، إلى امتحان آخر، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. إن أعجبك الفيديو لا تنسى الإعجاب والاشتراك في القناة.